كيف كيف تفتح؟ في واحد هون عندي. انا بقوم انا بقوم انا بقوم تقلقش تقلقش. في واحد نازل علينا هيا. واحد الله ما ول طلقه بده طلقه بده طلقه. مستحيل طلقه بده بس شلف شلف يا حبيبي حاولت تموت يا شاه. هاي بتقدر تلزقها على السقف عرفت يا شفتها يلا جايك. كيف اللود اوت تاعنا؟ شكله بيخبي عندهم شايف في ناس بالضبط. الا اذا بدك ننزل على الجسر يا مابل اياك على الجسر هذا في ناس كثير. يلا يلا في ناس كثير عنده. انا جايكم على الجسر. هي اس ام جي معي. وانا هيو شفته اوه هي واحد هون واحد تحت الجسر متخبي. شفته وينه؟ نوب تحت الجسر بالضبط تحتي. ارجع مهدي اذا طلع لك من الجسر وراك. يا رب يطلع الحبل يا رب يطلع الحبل. مورتر سترايك سيف. في واحد تحتيك بالضبط. ها دنزل اهبده. اوه تحتي تحت مهدي بالضبط بالضبط. قال بقدر اجي من ورا. لا بالضبط يمكن غير مكانه. شفته وينه؟ هيو تحت هون. أيو داون أيو داون أيو داون داون داون. تعال عندي تعال مهدي ماضي. كنت في مكان محمي. ارجع اطلع على الجسر على الجسر فوق أأمن مكان. بدي شيلد. وراي 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 اللي دراطي. اوه اوه وراي وراي شلفت. انا وانا شلفت مبين عشان ما يعيش الشدات. انا بقوم بس هي وراك هي فك بيقامي. اي جايكم جايكم اهربوا. حطيت ال تسوي ال شوي حبيب. ها 25 طلقة الاسمتين اللي معي. يجوا 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 يا زلمة. ايه مو بطخ قبل ما يجي طخ قبل غلط صح؟ يا كذب كذب رسمي. تخيل ما هوش احمر حتى. لا لا لا. اربع ثواني اربع ثواني. لا نجا كيف عالدرج طالع لك شايف صوته؟ بس لا والله سمعته من ورا. يا بدك بكل من حتى انا سيف شهد معي. مشكلة يجوني من الجهة الثانية حوامدي ولا تيابري. لا بس من الدرج. بس سؤال لماضي. الاس اس بي 525 الفاير ريت تاعه عالي. كبه. لا 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 كويس كويس بس صار في شيء غلط في ما كانش احمر الزلمه. والله عاطل 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 السلاح. والله ماليش غير ارجع اتاك. وايش السكوب اللي قلت لي انت عليه؟ هات اجربه. الايرون ابصر شو هو. يا عتاك يا الباس بي
واحد منهم حلك الأنفل. بس في مش مطور للسندي. تعبيته نسبة الدجاج اللي ضله بالسندويش. هي حبك. قال شو هاي شو طلع بدي يمشي معك. مسك بايدك وشوي بدي يمشي بدي يمشي دادي. لا بتدلل قاعد. بس سيف هذاك انا معين وبطخ عليه قبل ما يطلع قد ما انا عارف وين بده تيجي. بالضبط وعلى الفاضي. ايه الكل كام تاعته ما كانش حتى احمر. تخيل. مصدق لاني شفت الكلب اللي صار قدامي بدك صراحة. بس انت بدك تعطيه 24/7. قالوا تريت 24/7 انا عارفك. خلص اليوم بلاش يراجع لنا. مش راح انظف السجاد وراه. وباونتي وجبنا ري ديبلوي سيلوش. اتوقع حياخذون تارجت للكل. بصير تنزل الكيس. شكرا. بكره راح الكل حوابي. شيل الكيس. شيل بالضبط اول ما حطيت بالايد. ايوه ماضي اول واحد. بالضبط من طعميته الاكل الكويس. شو الترتيب؟ نروح على على الباونتي طبعا. بدنا شيء عندك سلاح. اشرب مي. وسلاح برضو. هاي شكلها زاكي. احفظوا مكانها. عباي ستيشن. عباي ستيشن. اشتري لود اوت. ليش حتقول لود اوت؟ اوكي شباب مين بده سلاح فيو 5 اتاتشمنت؟ ولا حدا فيكم اخذته. والله ما حد يستاهل. عطنا صاري. عطنا صاري. لا تعال والله بمزح. في واحد عندي هون فيو 5 اتاتشمنت. اس ام جي معي. اس ام جي. هو اس ام جي ابو موسيقى. تردريري. والله يا شباب اي ارمور باكس قاعد افتحه معي جاز وبحمل واحد ثاني. خلاص بقى معاي كلاستر لحدا فيكم. انمي موفمنت كانسل ذات. اي معي كلاستر اعطيها للماضي. ده دقيقة للباونتي. شو رايكم؟ هيني بدكم تروحوا تطلعوا في هاي نطير عليه؟ ما هو نروح على باي ستيشن اذا بدنا نجيب اسلحتنا. ماضي ماضي. في هاي. ما هلا فتحتها.
عجبني هدول في لا لا اتركوا الباقي منلحقش على باي ستيشن من باي ستيشن قبل ساعة بنلحقش يلا ادقوا على باي ستيشن اللي هون ها استنى اي واحد يمين لشمال لابعد عن الزون رحت على اليمين على الاقرب على الزون ها اوكي في جنبها ري ديبلوي ثانية الزون بتسكر anyways هو عشان هيك انا صح نلحق ما راح نلحق ما هي مصاري بترد علي ما انت حاط ماركة تنتين انا ما مش انا اللي حاط على هذي الحق على سيف مصاري لازم ترد علي على اللود اوت خلاص خلاص بلا باي ستيشن بلا خيرات انا اوريدي اشتريت اللود اوت تاعي الرام 7 والله ماني عارف اذا مستاهل اطوره يا زلمه اسمع بدك سلاح ثاني ولا لا بدي اطور الرام 7 كثير كنت احبه في الجيم الماضي اوكي بعرفش والله هلا صح أنا طب معيش كاش مال اعطيني نص كاشاتك هاي باس بي اللي بده اياه ياخده اوكي هفه تعبت طلق هون هات تجرب العب بيه الباس بي اوبا مين مين أنا بجرد هكيت والله أوه في هناك قصص يلا نمشي قصدرة إذا بدكم طب سؤال بدكم أمو بدكم لا أنا وضعي كل وضعي إني وحش شوف هذا جوا الزون ليش احنا دائما نبلش واو انا سفاح واحد تيم وايب على الهانجر تيم وايب على الهانجر هسه مفضوحين احنا بس اوكي روبرت ديسترويد اها روبرت من طخ عليكم في ناس تحتينا على فكرة شكله ايه نبلش في عالم عشان هلا نوت الخرا اللي تحتينا بشوفونا على فكرة ما انت عشان تبلش هاي هاي درون نفوت جوا في الهنجر يلا يلا لازم ننزل في ناس ورانا حوام بيه انزل معي انزلت انا اوكي هيني جاي وين بدك تنزله؟ ايوه شيت يا زلمه هذا جنب بالضبط خلص انزلت في وجهه انا ركبت على ظهره راضي بعد الموجودين اقدر انزع عليهم لا ما هم التيم كامل الماضي فلش المفروض وال هذا متخبي كان ورا الشيلد في السجن هيا هيا ايوه ايوه اسلحه وال قتلنا الجوز نسيت البرسجن انا مع سلاح شو اسمه اللي كان الجولاج ابيته الماضي يكون سمعني ايش قلت بحكي حكيت لحوامدي يلا عشان فقدت الامل وانا بقول لك يلا يلا عشو انه ننزل ما في ناس تحتيكم انت مش عارف وين هو اللي تحتيكم كيف تنزلوا احنا ننزل